ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وتأكيد جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطن من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن، لافتة إلى أن ذلك يؤكد اهتمام جلالته بمراعاة مصالح الجميع بما فيها القطاع الخاص، كما يؤكد حرصه حفظه الله على إشراك الجميع في مسيرة الإصلاح والتنمية المباركة.